للمزيد من التفاصيل والتحليل ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة. دكتور مصطفى، تحياتي لك أولا. يعني موجة تضخم تشهدها الدول المختلفة يعني في العالم كله، خصوصا بعد يعني العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، يعني كيف ترى تأثير هذا التضخم أو هذا الارتفاع أيضا في الأسعار على المستوى العالمي على يعني مستوى معيشة المواطنين في الدول المختلفة؟ مساء الخير لحضراتكم. طبعا خلينا نقول ان نتيجة السياسة هي دي نتيجتها في الأوضاع الاقتصادية. نعم. كل ما نراه حضراتكم من يعني الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا ترجمت لوضع سياسة للأسف بتمس المجتمع الدولي كله في جميع أركان العالم. نحن ما زلنا في العالم اقتصاديا متأثرين بجائحة كورونا، وأيضا بسلاسل التوريد والإمداد الخاصة بدول العالم جميعها بعد أن أغلقت كثير من الدول جراء جائحة كورونا ومتأثرين بها اقتصاديا، حتى يعني في الوضع الراهن ارتفاع كبير في الأسواق العالمية من البترول والنفط والغاز، وأعتقد كان جزء كبير جدا منها هذا النتيجة الواضحة في دخول الصراع أو الحرب اللي هي في المرحلة النهائية اللي احنا فيها، اللي هي تقريبا بقالنا 3 أشهر في الحرب ما بين روسيا وأوكرانيا، أدت لارتفاع مؤشرات التضخم، الارتفاع الكبير اللي حضراتكم بتلاحظوه. وطبعا الترجمة للحرب هي ترجمة مادية اقتصادية بيتحملها شعوب العالم. نعم. احنا بنشوف الارتفاع في مستويات الأسعار، ارتفاع في التضخم. أمريكا من أول مرة من 40 سنة بترفع أسعار الفايدة، وممكن ترفعها لسه كمان قدامنا 4 مرات متتاليين. إنجلترا نفس الحال، أو خلينا نتكلم على منطقة الاتحاد الأوروبي كله. أعتقد ده إحنا تخوفنا كاقتصاديين إن الوضع يكون أصعب من ذلك إن لم تقف الحرب خلال الأيام القادمة، لأن تداعياتها لسه هتكون مستمرة، هيتحملها المجتمع الدولي وهيتحملها شعوب العالم كله. للأسف مستويات الدخل هتكون لن تلاحق الارتفاع الكبير جدا في مستويات الأسعار يا فندم. طب دكتور مصطفى، يعني كل دولة بتضع خطط لمواجهة تداعيات هذه الأزمة وفقا لمعطياتها المحلية. نحن في مصر برأي كيف يعني يكون التعاطي مع هذه الأزمة العالمية لتفادي أن يكون لها تداعيات كبيرة على المواطن المصري؟ خلينا نقول يا فندم أن مصر الحمد لله انتهجت نهج زي أقول استباقي. نذكر حضراتكم أن السيد الرئيس منذ أكثر من شهر ابتدى هو والمجموعة الحكومة والمجموعة الاقتصادية في وضع عدد من البرامج، منها على سبيل المثال زيادة في الأجور اعتبارا من 1/4 اللي هو الشهر الماضي بدال من 1/7 أو اللي هي الموازنة الجديدة، زيادة في أسعار الفايدة. وطبعا ده كان ليه أثر كبير جدا إن احنا بنحاول نحجم التضخم. ده عندنا كمان دخول عدد كبير جدا من الأسر في برنامج حياة كريمة وزيادة الدعم، ابتدى يكون في زيادة في المعاشات. كل ده الدولة بتحاول تخفف أعباء التضخم. ما ننساش ان احنا الحمد لله ربنا أكرمنا بعبور شهر رمضان، او ما بيتسمى بالنسبة للمجتمع المصري المواسم، يعني اللي بيزيد فيها حجم الاستهلاك، زيادة في المعروض في كل السلع. طبعا اكيد حضراتكم أدرى مني ان مفيش مواطن اشتكى بنقص سلعة واحدة في السوق، كل السلع التموينية، كل السلع سواء اللحوم الحمراء أو البيضاء، حتى الخضروات والفواكه كلها موجودة في الأسواق. بل بالعكس كمان أن السيد الرئيس وجه أن تكون المعارض دي موجودة لنهاية العام. نعم. ولكن اسمحي لي أن أنا بس أدي للمواطن البسيط اللي هو أخويا وقريبي والناس اللي بتسمعنا كلها، خلينا نكون على قدر المسؤولية. الوضع العالمي دلوقتي التضخم ده جاي من الخارج، خلينا يكون عندنا رشد في الإنفاق، عندنا اقتصادياتنا طيبة ودولتنا قوية، خلينا نقتصد احنا كمان، مش عشان المعارض مفتوحة كلنا ننزل نستهلك كده ويكون عندنا فرط في الإسراف، لا. أعتقد تقنين أوضاعنا احنا كل واحد حسب مستوى دخله، أعتقد ده هتكون أبرز دعاية لينا إن احنا دولة عبرنا هذه الأزمة العالمية بسلام إن شاء الله. إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر دكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي.